أطلق وزير المياه والصرف الصحي صديق عبد الكريم حجار أنشطة مشروع تنظيف شبكة المياه الصالحة للشرب بالتعاون مع شركاء المانحين في البلاد. عبد الله هارون. من أجل توفير مياه صالحة للشرب لسكان وأهالي مدينة أنجمينة، جاءت هذه الانطلاقة الرسمية لمشروع تنظيف شبكة إمدادات المياه الصالحة للشرب المنظم من وزارة المياه والصرف الصحي بالتعاون مع الشركاء المانحين بالبلاد. وبحسب ما صرح به ممثلي الشركاء بأن شبكة إمدادات المياه الصالحة للشرب ستسهم في رفع معاناة السكان والحصول على المياه النقية التي تنقل عبر الأنابيب والمواسير، ومن ثم يتم توزيعها في أنحاء وأحياء مدينة أنجمينة بطريقة ميسرة وبصورة حضرية. كما سمن المشاركون دور التعاون القائم بين وزارة المياه وشركاء البلاد ومساعيهم في توفير المياه الصالحة للشرب. من جهته وزير المياه والصرف الصحي أشاد بدور الشركاء المانحين ومساهمتهم المالية من أجل تنفيذ المشروع الحيوي الذي له أهمية قصوى لل نظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي يوما إخباريا حول مشروع دعم التدريب المهني لتحسين المؤسسات في البلاد. كان ذلك بحضور أمين الدولة في الاقتصاد سنابي برنباس فاطمة داود اللحامير والمزيد من التفاصيل. التكوين المهني للشباب وتدريبهم في مختلف التخصصات العلمية يلعب دورا بارزا في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد، وعليه فقد جاء هذا اليوم الإخباري حول مشروع الدعم والتدريب المهني من أجل تحسين فعالية المؤسسات في تشاد بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق الوطني لدعم الشباب. الحكومة قاعد جايز بنتي فورماسيون للشاب للخلاص يساعدون كل يمشي في العمل طوالي وسالس كيف تشاد ده ما في زي ده خلاص يجيبوا ناس أنا خارج يجوا يخدموا في بكنا وده الشاب قاعدين قاعد بيشوفوا بعيني ده ما واجي. المديرة العامة النائبة للوكالة الفرنسية للتنمية بيتري إيميلي أثنت على جهود الحكومة التشادية في دعم مثل هذه المشاريع التنموية في البلاد. للتذكير إن مشروع دعم وتدريب تحسين فعالية المؤسسات في تشاد قد بدأ أعماله منذ العام 2015 بتمويل مالي يبلغ 5 مليون إيرو من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية ومليونين إيرو من قبل الصندوق الوطني لدعم الشباب فوناب. رأس الأمين العام لوزارة الري والإنتاج عبد القادر التجاني كيبرو مناسبة افتتاح أعمال الورشة الخاصة بمراقبة الأمن الغذائي من خلال سبل الجودة في الإنتاج. وكان بجانب الأمين العام للوزارة ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية وزراعة فاو آدم حنفي فاضل. شركاء من أجل محاربة المجاعة ودعم أسس الطرق التي تسهم في عملية تطوير قطاع الأمن الغذائي بالبلاد، نظمت وزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية لصالح الذين يعملون فنيا في مجال الزراعة، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ضمن مراعاة النظام الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لعام 1986 والذي يسعى إلى تمويل مشروع الدعم السريع والعاجل من أجل إعداد الجمعية الأوروبية للتنمية اقتصاديا واجتماعيا. الأمين العام لوزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية عبد القادر التجاني كيبرو في كلمته الافتتاحية لهذه الورشة حيث شكر مسؤولي منظمة الأغذية والزراعة الفاو على هذه الجهود المشتركة التي تسعى إلى تكوين مهنيين مختصين في الطاقم الفني في مجال الأمن الغذائي. من جانبه ممثل منظمة الأغذية والزراعة محمد منصور دياي قال إن منظمة الفاو تعمل منسقة مع حكومة تشاد بسعيهما من أجل إبعاد عوائق التنمية الزراعية بالبلاد من أجل دعم المشاريع الزراعية، مؤكدا وقوف منظمة الفاو تجاه الخطط الوطنية مع برنامج مصاحب للتنمية المستدامة. ناقشت واعتمدت بلدية الدائرة الأولى ميزانيتها العامة للعام 2018 حيث تقدر الميزانية السنوية بأكثر من مليار من الفرنكات الأفريقية. محمد عثمان بشير. مليار ومئتي واحد وتسعون مليون ومئتي وثلاثون ألف فرنك سيفا، تلك هي الميزانية العمومية السنوية المقدرة لبلدية الدائرة الأولى لعام 2018. ميزانية تعد أقل بفارق أكثر من 200 مليون فرنك سيفا عن ميزانية العام الحالي 2017،
حيث قد تم عرض هذه الميزانية المقدرة على المستشارين بالدائرة الأولى تمهيدا لاعتمادها لتكون سارية المفعول بدءا من غرة يناير المقبل. عمدة بلدية الدائرة الأولى محمد إبراهيم الصيام أكد على أنه بصفته المسؤول الأول بالدائرة سيحرص على إدارة هذه الميزانية بطريقة شفافة ونزيهة. هذه المناسبة سمحت للمندوب الإداري بالدائرة الأولى محمد سعيد حجار الذي أكد على أن البلدية وبالنظر للأولويات التي تنتظرها العام المقبل تعد هذه الميزانية معقولة مراعاة لتلك الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد. إن الانخفاض الذي حدث في ميزانية هذا العام على حسب مسؤولي الدائرة يأتي نتيجة للأزمة المالية التي تعاني منها البلاد. يعتبر شهر نوفمبر شهرا للقراءة والكتاب، حيث اختتمت نشاطات شهر القراءة بالمكتبة الوطنية بحضور مسؤولي وزارة الثقافة والتنمية السياحية. تقرير ياسر محمد أحمد وقراءة منى حسن سكايا. ضمن نشاطات فعاليات شهر القراءة والكتاب الذي نظمته وزارة التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية، جاء هذا المؤتمر النقاشي النهائي لفعاليات شهر القراءة والكتاب. وقد أهيا هذا المؤتمر كل من مدير مركز المنى الثقافي جيم لوم أوغستين ومدير دورة تومي بركة تاو. وخلال هذا المؤتمر تطرق مدير مركز المنى الثقافي جيم لوم أوغستين إلى مشكلة آلات الطباعة، حيث قال إن هذه الآلات صغيرة وحتى أدوات الكتب تستورد من الخارج. أما مدير دورة تومي بركة تاو فقد تطرق هو الآخر إلى مسألة الضرائب وطلب من الحكومة إعفاء الضرائب من الكتب. ونشير إلى أن في نهاية هذا المؤتمر النقاشي طرحت عدة أسئلة واستفسارات حول مسألة تخفيض الضرائب ومشكلة طباعة الكتب على المستوى المحلي، وقد رد عليها المؤتمرون بإسهاب. نختتم النشرة بالصفحة السوداء، حيث شيع صباح اليوم جثمان الصحفي بندو بوكر برنار أحد الصحفيين بالإذاعة الوطنية الذي توفي بتاريخ 24 نوفمبر 2017 بالعاصمة إنجمينة بعد صراع مع المرض. ولد الراحل بفورت لامي إنجمينة حاليا في 26 أغسطس 1964، وقد التحق بالإذاعة الوطنية منذ العام 2012 حتى تاريخ وفاته، حيث شيع جثمانه وفي مسواه الأخير بمقبرة تكرى وسط أجواء حزينة من أقربائه وأصدقائه بالعمل إلى جانب أسرته.